السلام عليكم، نشرة ليلة أخبار، أهلا بكم في المستهل. وبمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه. وجاء في الحساب الرسمي للسيد الرئيس: أتمنى كل الخير والبركات للجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه بقدوم العام الأمازيغي الجديد. دام للجزائر عزها وشموخها. أسمك سمك أسا. أشاد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالمداومة المهنية والعالية للجيش الوطني الشعبي لتحقيق منتهى اليقظة على كل جبهات الدفاع عن الجزائر، وبجهوده الحثيثة للارتقاء أكثر فأكثر بالقدرات الدفاعية التي ما فتئت تتعزز بالتحكم في التكنولوجيات العسكرية المتطورة والتي يسهر على تطويعها إطارات عالية الكفاءة من أبناء الجيش الوطني الشعبي، منوها بمساهماته المستمرة في تجسيد المشروع الوطني لاستكمال تثبيت أسس الجزائر الجديدة في كنف الأمن والاستقرار، وفاء لشهداء الأبرار واستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الأبي وخدمة لوطننا المفدى. رئيس الجمهورية وفي رسالة تهنئة إلى السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومن خلاله إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، أعرب عن تقديره لما أبدته قيادة الجيش الوطني الشعبي من طيب المشاعر ولطف العبارات، مبادلا إياهم أصدق التهاني والأمنيات، متوجها إليهم بأخلص التهاني، وهم الذين يقفون بحرص والتزام وروح وطنية عالية على المهام المشرفة المنوطة بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، ويخوضون باقتدار تحديات التكوين والتأهيل والسعي الدؤوب للتمكن من أدوات وقدرات الجاهزية العملياتية لمواجهة الرهانات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتكيف مع متطلبات المرحلة إقليميا ودوليا وما تقتضيه من أهبة واستعداد لقواتنا المسلحة الباسلة وجيشنا العتيد مناط فخر الأمة، دفاعا عن حدود الوطن وردعا لكل أشكال المخاطر والآفات المحدقة بمجتمعنا وكل أصناف التهديد لأمننا القومي. شنت فجر اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات جوية على مناطق عدة من اليمن، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية ومدينتي تعز وصعدة. الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نجاح هذه العملية التي تأتي حسبه لصد هجمات الحوثيين التي أثرت سلبا على الشحن التجاري العالمي لخمسين دولة. في المقابل، أدان الناطق باسم الحوثيين الضربات المشتركة الأمريكية البريطانية، مؤكدا على مواصلة استهداف البواخر المرتبطة بالكيان الصهيوني التي تعبر البحر الأحمر أو تلك التي ترسو في موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة. في المشهد المأساوي بقطاع غزة، ارتقى فجر اليوم عدد من الشهداء وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال الصهيوني منزلا في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعيته بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج. الطيران الحربي الصهيوني شن أيضا غارات عنيفة وسط خان يونس، واستهدف طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحى وانتشال الشهداء، حيث ارتقى أمس 17 شهيدا على الأقل في قصف صهيوني طال مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأحصت وزارة الصحة ارتكاب الاحتلال الصهيوني لعشرة مجازر خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، استشهد جراءها 120 شهيدا وأصيب أكثر من 190 آخرين بجروحها.
في تداعيات العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، انطلقت أمس بلاهاي أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 48. وكانت الجزائر من أول الدول التي دعت إلى رفع دعاوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد الاحتلال الصهيوني بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة. سارة دراجة. أول الجلسات في محكمة العدل الدولية في لاهاي انطلقت بالنظر في دعوى جنوب إفريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. الأوساط الصهيونية تخشى ما تخشاه من جدية محكمة العدل الدولية في أن تتهم الكيان الصهيوني بجرائم إبادة جماعية. وفي هذه الجلسة الافتتاحية جاءت كلمة ممثل جنوب إفريقيا مرافعة عن حق الشعب الفلسطيني ومطالبة الكيان الصهيوني بوقف العدوان على غزة. شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ سنة 1948، وما تزال ممارسات الاحتلال الصهيوني ضدهم دون عقاب. الشعب الفلسطيني يخضع لنظام فصل عنصري. هناك جرائم إبادة جماعية في حق الفلسطينيين. مئات العائلات بقطاع غزة مسحت بالكامل ولم يبقى منها أي فرد. إيداعنا لهذه الدعوة يأتي لإيقاف هذا العدوان الصهيوني الغاشم. وتتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عملياته العسكرية في غزة، في حين تنظر المحكمة في حيثيات قضية الإبادة الجماعية لاحقا. جنوب إفريقيا لم تكن وحدها من اتهمت الكيان الصهيوني بجرائم الإبادة الجماعية، بل سبقتها في ذلك الأمم المتحدة. منذ الوهلة الأولى اعتبرت جنوب إفريقيا العدوان على غزة إبادة جماعية على غرار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الحقوقيين في شتى أنحاء العالم. وفي الدعوة المؤلفة من 84 صفحة أكدت جنوب إفريقيا أن الكيان الصهيوني لم يكتفي فقط بإبادة الشعب الفلسطيني بالقنابل الفسفورية وتدمير مئات الآلاف من المنازل ونزوح ما يقارب مليوني فلسطيني واستشهاد أكثر من 23,000 شخص، بل حرمه من حقه في المساعدة الإنسانية وملاجئ آمنة. هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، فالشعب الفلسطيني في غزة يعاني، إضافة إلى الإبادة الجماعية فهو يعاني من سوء التغذية، بل من أبسط ضروريات الحياة بين الحصار والحرب. وكانت الجزائر من أول الدول التي دعت إلى رفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، حيث ناشد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رجالات القانون وجامع أحرار العالم والمنظمات والهيئات الحقوقية إلى رفع دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. ووسط خذلان العالم للقضية الفلسطينية، ترأى للفلسطينيين بصيص أمل بعد اقتياد السفاح الصهيوني إلى قفص الاتهام. كاميرا تلفزيون الجزائري رصدت من غزة ارتياح الفلسطينيين لمثل هذه المبادرة. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. كانت تعقد فيه محكمة العدل الدولية بلاهاي جلستها الأولى للسماع لدعوة قضائية مقدمة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في سابقة هي الأولى من نوعها. كان جيش الاحتلال ينفذ المزيد من المذابح بحق المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، منتهكا كل الأعراف والقوانين الدولية في عدوانه المستمر لأكثر من 3 أشهر على التوالي. هذا المحكمة الدولية تنصف الشعب الفلسطيني، ويقوم معاه ناس يعني أثروا عليهم ووقفوا الحرب هذه اللي بتقتل بس أطفال ونساء، 4 بنات صغار وحجة كثيرة، كلهم صغار كلهم ما بعد 9 سنين عمره.
تقف دولة جنوب أفريقيا مع العدالة الفلسطينية، مع العدالة الدولية، مع الحق الفلسطيني، وتترجل من كل دول العالم لتقول للعالم أن الشعب الفلسطيني يباد، أن الشعب الفلسطيني له حقوق مثله مثل أي إنسان بالعالم. هي اليوم تدق ناقوس الخطر وتدق جدار الخزان دولة أفريقيا. كل الاحترام لها وكل الشكر على طريق إنصاف الحق الفلسطيني وإنصاف الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. التحرك الدولي في ظل مواصلة العدوان أعطى للفلسطينيين بصيص أمل لمحاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم بحق البشر والحجر وممارستهم أبشع صور الانتهاكات التي يحظى بها الإنسان، على أمل أن تتمكن هذه التحركات من وقف الحرب على غزة. نؤيد القرار تاع جنوب أفريقيا أنها أدانت جرائم الاحتلال وفضح الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين في غزة. كل أمنيتنا كل واحد في الشارع الفلسطيني نفسه أنه يتوقف الحرب، لأنها هاي مش حرب، هذه إبادة. ووفقا للصحة الفلسطينية فإن عدد الشهداء منذ بدء الحرب بلغ 23,469 شهيدا، وما لا يقل عن 59,600 جريح و7,000 مفقود تحت الأنقاض. وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن 70% من الضحايا هم من المدنيين، ما يؤكد صحة الرواية الفلسطينية أن ما يجري بغزة هي إبادة جماعية لا تحتاج إلى المزيد من الدلائل. حرب تستهدف بدرجة الأولى الأطفال، تستهدف كل مقومات الحياة. لا أعتقد أننا نحتاج إلى الكثير من الأدلة لنثبت أن ما يقوم به الاحتلال هي جريمة حرب. الدمار الذي خلفه في غزة وفي الشمال كاف ليدين الاحتلال الإسرائيلي على كل هذه الجرائم. فالتحرك الدولي زاد من أمل الفلسطينيين في أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الرابع على التوالي، وزاد أملهم أيضا في أن يعودوا إلى منازلهم المدمرة حتى ولو على أطلال ركام. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. ممثلا لرئيس الجمهورية أشرف أمس الوزير الأول نذير العرباوي بالمركز الدولي للمؤتمرات على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة بحضور أعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية في مجال الأدب والثقافة. وتندرج هذه التظاهرة ضمن الفعاليات الوطنية للاحتفال برأس السنة الأمازيغية التي تنظمها المحافظة السامية للأمازيغية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تجسيدا لحرصه الدائم على صون وتعزيز مكونات الهوية الوطنية وتشجيع البحث والإنتاج في الأدب واللغة الأمازيغية. إلهام عاشر. التميز والإبداع هو القاسم المشترك لهؤلاء المترشحين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة لهذه السنة. إن هذه المناسبة الوطنية لهي فرصة للتأكيد على أن الأمازيغية في الجزائر عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بفضل مجهودات الدولة في تكريس هذا البعد الهويتي الأصيل، سواء داخل الفضاءات المؤسساتية أو من خلال القوانين والتشريعات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على هذا الموروث اللغوي والثقافي لبلادنا. أكثر من 100 مشارك ببحوث وأعمال أدبية في الفئات الأربعة للمسابقة، منها اللسانيات، الأدب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها، إلى جانب البحث في الموروث غير المادي للأمازيغية وبحوث في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا. نشكر المساعي رئيس الجمهورية ومساعي الدولة الجزائرية في احتواء وكذلك في الاهتمام والرقي باللغة الأمازيغية من خلال تشجيع هذه الأعمال الأدبية والأعمال العلمية والتكنولوجية. يلي وني لقد هذه خذب شو يمو يزمر ديال ثغولت ديال أمضيق وكنا نظر زداد. تيويغ الرزا أمز ورو في ثغولت نت يميدو نذيع ذيك في قمية ثذل سنة مزيغ سيون القذيش يوي يخدمغ يومي سماغ تربية عن تزيزوان في زيزوي ثاك التامن ذيك ثمنات القبيل. أعمال تم تقييمها من قبل لجنة تحكيم تضم كفاءات جامعية وباحثين في التراث الأمازيغي. من 4 سنين اللي بدينا الجائزة هذه
وصلنا اكثر من 400 لي زوفر اللي جاونا، اكثر من 400. هذا دليل على ان الجائزه تشجع الابداع الفكري والثقافي. التتويج هذا هو يعني تحفيز ليا باه نواصل في هذا المجال تاع التراث ونزيد نبحث اكثر في مواضيع اخرى. اريغ اسك زوال تشاويث تشاويث في طمنات تشوش بغديس ازال خمسه يسقوسن الحمد لله نفرح مليح. هذا ليس يمس هذا ليس مسلي هذا ليس تمسيوله ايوا كنا هذاك صار خصاصني قتيلين دي تقول ماذا انتو ثلاث تمازيغ. تشجيع البحث والإنتاج وترقية الأدب واللغة الأمازيغية والاستثمار في هذا التنوع الهائل الذي تزخر به الجزائر يشكل إضافة نوعية للثقافة والتراث والهوية الوطنية. تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء أمس من إنقاذ وإبعاد 16 شخصا عن الخطر إثر نشوب حريق في قناة للأسلاك الكهربائية داخل مركز تجاري بشراقة بالعاصمة، حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي الطوابق دون تسجيل أي خسائر بشرية. تم تكفل ب 18 يعني شخص، هادو تم اخلاؤهم من مختلف ليزيتاج لي ديفيرون ايتاج، تم اخلاؤهم ووضعهم وتامينهم، والبعض منهم تم كما شفتوا تكفل بهم طبيا على مستوى النقطه الصحيه اللي وضعناها هنا، والحمد لله لم نسجل اي ضحيه يعني ولا وفاه الى حد الساعه الى اننا نتكلموا فيها. تمت ليلة أمس عملية غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي في الاتجاهين زيرالدا بن عكنون جزئيا وبشكل مؤقت إلى غاية صبيحة اليوم بسبب أشغال وضع دعائم للجسر الجديد المؤدي إلى استوالي وزيرالدا، وعليه تم تحويل حركة المرور في الاتجاهين على محاور الطريق الوطني رقم 11 نحو زيرالدا واستوالي. نحن الآن بصدد وضع الروافد للمنشأة الفنية رقم 4 للجسر الجديد المؤدي إلى زيرالدا واستوالي عبر الطريق الوطني رقم 11، ويبلغ طول هذا الجسر حوالي 55 متر وعرضه حوالي 12 متر، وسيسمح تسليم هذه المنشأة الفنية من تخفيف الضغط المروري والكثافة المرورية وخاصة من الجهة الغربية عبر الطريق الاجتنابي العابر إلى زيرالدا أو استوالي والطريق الولائي رقم 233، وتبلغ نسبة تقدم الأشغال في هذه المنشأة الفنية حوالي 75% وهي في نهايتها، وسيتم تسليمها في أقرب الآجل. في النشاط الاقتصادي، دخل مركب الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية ببلارة مرحلة الاستغلال بطاقة إنتاجية تقدر بمليونين ونصف المليون طن في السنة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر من الحديد والصلب لاسيما مع استغلال خامات الحديد انطلاقا من منجم جرج بلات. بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على أهمية الإسراع في توسعة المشروع لتعزيز القدرات الإنتاجية واستحداث أكثر من 1500 منصب شغل جديد. عبد الرحيم شمعوني. مركب الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية باللارا أحد أهم وأكبر الاستثمارات الاستراتيجية ومؤشر واضح على العلاقات الجزائرية القطرية المتينة. يشغل حاليا أزيد من 2700 عامل من الكفاءات الجزائرية المؤهلة، استطاع أن يصدر سنة 2023 أزيد من 700 ألف طن من الحديد ومشتقاته. رانا نعملوا باش نطوروا منتوج عالمي يروح للصفات العالمية بيسر بطريقة حضرية وفي إمكانيات جد متطورة، وان شاء الله راهم عطاونا فرصه باش الشباب تاعنا يزيد يتطور ويزيد يتعلم ويزيد يديفلوبي روحو اكثر واكثر ان شاء الله. والحمد لله بعد مرور سنتين او تقريبا 3 سنوات من دخول وحده الانتاج، رانا نقوم بكل المهام المنسوبه والموكله لنا باحسن دور. تم انتاج هذه السنه 1.7 مليون طن، تقريبا تم تصدير اكثر من 700 الف طن، وكان تصدير ما يعادل تقريبا 350 مليون دولار. دخلنا تقريبا 30 دولة، دخلنا 4 قارات.
استثمار ضخم بمشروع التوسعة سيزيد من حدود الإنتاج الوطني مستقبلا وبلوغ عتبة 4 ملايين طن سنويا. الشراكة الجزائرية القطرية تعتبر شراكة استراتيجية وخصوصا في مجال الحديد والصلب. الأفاق واعدة جدا، وخصوصا الآن أنهينا دراسة الجدوى للمرحلة الثانية من المشروع. المرحلة الثانية نحن هي مضاعفة الإنتاج، راح يكون في مصنع أو مجموعة مصانع لنصل للإنتاج من 2 مليون طن إلى 4 مليون طن إن شاء الله. الفائدة في هذا المركب وهذه الشراكة هي تجسد في الميدان إرادة السلطات العليا في البلدين، وفيه بالأخص إرادة لتوسيع هذا المصنع. هذا من هنا بلاك سنتين راح يضعف الإنتاج. مركب الحديد والصلب بلارة صورة حقيقية ورهان رفعته الجزائر الجديدة لتقليص فاتورة الاستيراد والرفع من الإنتاج والتوجه نحو تصدير عالمي. تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الواد الرأي العام أنه بتاريخ 7 جانفي الجاري وردت معلومات مفادها قيام أشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي بباب الواد والادعاء بأنهم أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل التحقيق في شكوى لصاحب شركة أشغال لم يحصل على مستحقاته المالية. وقد أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع، خاصة وأن الهيئة المذكورة أعلاه غير موجودة. وأسفر التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية عن وجود جماعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات بمدينة البليدة مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وشبكة من المنسقين عبر عدة ولايات يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عبارة مكافحة الفساد من أجل النصب وابتزاز المواطنين. بتاريخ 11 جانفي الجاري تم تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم وفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد 12 آخرين في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار، تقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، التدخل في الوظائف المدنية واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والنصب طبقا لعدة مواد من قانون العقوبات. وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع 1 منهم تحت التزامات الرقابة القضائية. رياضة، وفي كرة القدم وتحسبا لانطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار أجرى أمس المنتخب الوطني بملعب المدرسة الكلاسيكية ببواكي الإيفوارية ثاني حصة تدريبية بكامل التعداد ولأول مرة بحضور وسائل الإعلام وسط تركيز كبير من أجل الدخول بقوة في المنافسة بداية من مباراة أنغولا يوم 15 من الشهر الجاري بملعب السلام ببواكي في الساعة 9 مساء. هذا ورصد تلفزيون الجزائري انطباعات ترحيب بالمنتخب الجزائري وبمناصريه في ميكروفون إسماعيل بالقيدية. كم جسي ان فاز الجزائري جي كرا كو سرا اوسي بو موي بليزير دي سوبورتي سيت ايكيب. بما أنني سأشاهد الفريق الجزائري أعتقد أنني سأكون سعيدا بمؤازرة هذا الفريق لأننا جميعا أفارقة، وكإيفواري سأكون سعيدا برؤية فرق جديدة وشخصيات جديدة تأتي إلى هنا ومن بينها الفريق الجزائري. صراحة أنا سعيد جدا بتواجد الفريق الجزائري هنا في بواكي، ويجب القول إن كوت ديفوار بلد مضياف ونحن سعداء بتواجد المنتخب الجزائري هنا. أنا إيفواري وسأشجع فريقي، ولكنني أيضا سأشجع الجزائر. إذا فازوا بالكأس سأكون سعيدا، ولكن إذا فازت بها بلدي سأكون سعيدا أيضا. سنشجع كل الفرق والأفضل من سيفوز. ليس لدي الكثير لأقوله، أقول مرحبا بالفريق الجزائري، سأكون مشجعا للجزائر ورؤيتهم في بواكي تسعدني حقيقة. نحب الجزائر وسنكون معكم. الإيفواريون والجزائريون أصدقاء، وأتمنى أن تكون هذه الكان هي الأفضل في إفريقيا.
اكتست ملاعب كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار حلة جديدة بعد أن تم تلبيس مضامير الملاعب المستضيفة للمباريات بشكل كامل، وهذا بفضل شركة جزائرية متخصصة. استعانت اللجنة المنظمة للبطولة بخبرتها والنموذج من ملعب السلام ببواكي. في هذه التغطية لإسماعيل بالقيدية والتقرير لأحمد سويلح. المشاركة الجزائرية في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار لن تقتصر على المنتخب الوطني وحضور مشجعيه، بل هناك خبرة جزائرية تساهم في إنجاح هذا العرس القاري المرتقب. هي شركة جزائرية متخصصة في صناعة النسيج والزرابي، تم اختيارها من طرف اللجنة المنظمة للكان من أجل تغطية وتكسية مضامير ملاعب البطولة الستة. Aujourd'hui, on est à Bouaké et en même temps, il y a une autre équipe qui est sur Korogo. On a déjà terminé le travail في Abidjan, où كملنا تغطية ملاعب Ebempe ou Felicia. À partir de demain, inchallah, on va faire San Pedro et Yamoussoukro. Il est déjà terminé. اختيار الشركة الجزائرية لتغطية المضامير لم يكن صدفة، وإنما يعود ذلك إلى الخبرة التي اكتسبتها سابقا في بطولة الشان بالجزائر، بل وتعد من بين المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال. C'est pas une première. L'expérience رانا ديناها أولا في لابيريود دو شان اللي احتضنتها الجزائر. يعني في أكثر من 78 ألف متر مربع من ليتابي لي موكات كون برودوي أون 15 جور. C'est une fierté pour tous les Algériens. C'est une très grande entreprise. On n'est pas les seuls. Tous les Algériens ont des capacités, nous avons tous des potentialités incroyables. Il suffit juste de nous faire confiance. هو نموذج واقعي ومثال حي عن متعامل جزائري طموح يبحث عن المزيد من الإنجازات في مجاله قاريا من أجل تشريف وإعلاء راية الوطن ودعم الاقتصاد الوطني. كرويا دائما ومحليا هذه المرة، حيث تتواصل اليوم الجولة 13 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بإجراء مقابلة واحدة تجمع بين نادي بارادو ونجم مجرى. وقد افتتحت أمس هذه الجولة بلقاء مولودية وهران التي استقبلت شباب قسنطينة وانتهت بفوز الشباب برباعية مقابل هدف، فيما فاز اتحاد الجزائر على شبيبة الصاورة بنتيجة 2-2. هذا وتجرى باقي مباريات هذه الجولة غدا وبعد غد. بالعودة إلى نفحات يناير والأجواء الاحتفائية التي تعم ربوع الوطن، تتميز ولاية البيض بتحضير طبق المردود، وهو من الأطباق الرئيسية والأساسية التي تزين موائد سكان الولاية في هذه المناسبة. طهي هذا الطبق يحتاج إلى كل ما تجود به الأرض من خيرات. نتابع مع من العرش. على هذه المائدة كل ما تنتجه أرض مدينة البيض من حبوب وخضروات، والتي هي من المقادير الأساسية لتحضير طبق المردود، طبق تقليدي رئيسي للاحتفال بالسنة الأمازيغية ومحبوب لدى الكبار والصغار بالمنطقة. احنا منطقة البيض معروفة بالمردود، والمردود هذا نديروه في الناير ونديروه في كل المناسبات، نديروه في العراس، نديروه فطور الصباح، ويختلف من بيت لآخر على حسب الذوق وعلى حسب كل ربة بيت كيفاش طيبه، كيفاش طريقة التحضير تاعها. وحنا عندنا الناير نديروه فيه لي بواشيش كيما نقولوا حنا حبوب، الحبوب حنا نديروها كيما نقولوا نزرعوها من الأرض. وما يميز منطقة البيض عن سائر ربوع الوطن اللي عندنا احنا هنا ليت العام اللي هو دهن الحر اللي هو دهن العرب، وعندنا المريسه. المريسه هي عباره عن تمر ندو من الصلصه تاع ديك تاع اللي طاف فيها اللحم، ونديرو شويه تمر حميره ونمرسوه، اولا باش يجي العام حلو، ثانيا باش المردود نكسر له الحموضه. ولطهي المردود يتم استعمال الاواني الخشبيه المتوارثه عن الاجداد، فحسب نسوة المنطقة هذه الأواني تضفي ذوقا مميزا على الطبق. خشبية وكاين من الحلفة كما القصعة مخدومة من الخشب، الغرابي كذلك، كما الطبق هادو مخدومين بالحلفة، الكسكاس بالحلفة، هادو لازم نحتاجوهم احنا في التبركيش تاع المردود. ومعظم الولايات منهم يقولوا بالكوكس، كما ولاية البيض عندنا احنا نقولوا المردود، هذه العادات تاعنا والتقاليد لازمة
في راس السنه الامازيغي في الناير. وحنا نديرو في الليل يجي الطعام، نديرو هذاك المردود تاعنا بالكابويا باللحم تاع الغنم بالدهن الحر وتريح، واللباس تاعها تكون لابسه لباس تقليدي تاعنا، هو لباس الشرق. الاحتفال بالسنة الأمازيغية بولاية البيض له طقوس شعبية ذات دلالات رمزية تعكس ارتباط الساكنة بأرضهم واحتفائهم بهويتهم الممتدة عبر التاريخ. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.